بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم مع بعض على طريقة الـ 3 moment equation. طريقة الـ 3 moment equation هي إحدى الطرق المستخدمة في حل الـ indeterminate structure. ولو جينا نقول كلمة indeterminate، فإحنا عارفين إن الـ indeterminate معناه إن عدد المجاهيل عندي أكبر من عدد المعادلات. الطريقة دي بتقدر تحل أي indeterminate structure، وذلك عن طريق الوصول لقيم العزوم عند النقط. الكلام ده بيحصل عن طريق معادلة. المعادلة عبارة عن إيه؟ إن أنا عندي مثلا كاميرا أو حال فريم أيا كان، بس continuous، عندي هنا 3 نقط ورا بعض، نقطة اسمها A، نقطة اسمها B، نقطة اسمها C. لو عندي الضلع اللي اسمه AB طوله L1، الضلع اللي اسمه BC طوله L2. المعادلة دي بتطبق عند إحدى الثلاث نقط اللي قدامي دول. فأنا لو مثلا جيت أطبقها عند نقطة زي نقطة B اللي قدامي دي، فالمعادلة بتبقى عبارة عن إيه؟ قال المعادلة بالبلدي كده بنقول إن أنا لو بطبق عند نقطة، فيبقى العزم اللي قبلها في المسافة اللي بينهم، زائد اللي بعدها في المسافة اللي بينهم، زائد 2 عندها في مجموع المسافتين. يبقى لما أجي أطبق الكلام ده بقول إيه؟ العزم اللي قبلها اللي هو MA في المسافة اللي بينهم اللي هي L1، زائد العزم اللي بعدها اللي هو MC في المسافة اللي بينهم اللي هي L2، زائد 2 عندها، يعني 2 MB في مجموع المسافتين دول L1 زائد L2. الكلام ده كله بيساوي في الآخر سالب 6، حاجة اسمها الـ RE عند نقطة B. طب ايه الـ RE ده؟ قال الـ RE ده اختصار لكلمة Elastic Reaction، وده هنتكلم عليه كمان شوية. يعني ايه كلمة Elastic Reaction؟ برضو بالمرة لو احنا بنقول مع بعض ان مثلا الكاميرا بتاعتي القطاع بتاعها مختلف، يعني انا لو عندي الكاميرا اهي، برضو هما الثلاث نقط هما اللي هما A و B و C، فانا افترض ان الجزء اللي اسمه AB ليه قطاع غير الجزء اللي اسمه BC. يعني مثلا ده قطاع مستطيل، ده قطاع مثلا مستطيل بس اكبر في الابعاد شوية، هيفرق معايا في كونت الانيرشيا بتاعت الايه، بتاعت القطاع. فلو قلت ان الجزء اللي اسمه اي بي الانيرشيا بتاعته اسمها I1، الجزء اللي اسمه بي سي الانيرشيا فيها I2، وكان برضو نفس الطول L1 وL2، قال لي وانا بطبق المعادله بعمل نفس الكلام، بس الفرق ان انا بقسم كل حاجه على الانيرشيا بتاعتها. بمعنى انا لو بطبق برضو عند البي، هقول العزم اللي قبلها اللي هو ام ايه، المفروض في مسافه L1، لا هيبقى L1 على I1، زائد العزم اللي بعدها اللي هو MC هيبقى في المسافة اللي هي L2 على I2، زائد 2 العزم عند نقطة B اللي أنا بطبق عندها دي في المجموع بتاعهم بقى، اللي هما L1 على I1 زائد L2 على I2. برضو الكلام ده بيساوي سالب 6 الـ Elastic Reaction عند النقطة. ولازم أعمل حسابي إن الـ Elastic Reaction برضو هيتقسم على الـ Inertia بتاعته، برضو على حسب قيمة الـ Elastic Reaction ده. تمام. طيب قبل ما نتكلم على الالاستيك رياكشن كشرح للكلام ده، عايزين الاول نشوف ايه هي الشروط لتطبيق المعادلة بتاعتي. يعني انا عشان اطبق معادلة 3 مومنت ايكويشن دي في مجموعة شروط، يبقى هنا كده شروط التطبيق. ايه هي الشروط دي؟ قال الشرط بالنسبة لي اللي هو الشرط رقم 1، إن الإنرجي تكون ثابتة للباكية الواحدة. الإنرجي ثابتة للباكية الواحدة، يعني إيه الكلام؟ يعني أنا لما يبقى عندي الكاميرا مثلا سيبك بالشكل اللي قدامي ده كده مثلا، يعني لازم لو الإنرجي دي I1 يبقى الإنرجي دي كلها I2. يعني لما يجي هنا مثلا الجزء ده يقول لي لأ، ده الحتة دي كده فيها I2 والحتة دي كده I3، لا دي ما تنفعش ان انا اطبق عندها معادلة الثري مومنت. في الحالة اللي قدامي دي ما ينفعش اطبق المعادلة، لازم الباكية الواحدة ما بين السبورتين تكون الانيرشيا بتاعتهم ثابتة على طول. ده رقم 1 بالنسبة لي. طيب الحاجة رقم 2، قال الحاجة رقم 2 هي عدم وجود الانترنال هنج. برضو ما ينفعش اطبق لو فيه انترنال هنج. طب لو المسألة جاية لي فيها انترنال هنج، يعني مثلا حاجة بالشكل ده وهنا internal
وهنا مثلا الكاميرا مكملة بالشكل ده كده، قال لي لا ممكن احلها 3 مومنت بس بشرط. ايه الشرط؟ ان انا افصل عند الانترنال هنج دي وتبقى المسألة بتاعتي كأنها كامرتين، الكاميرا اللي ناحية اليمين اللي هي دي، والكاميرا اللي ناحية الشمال اللي هي هتبقى بالمنظر ده. مكان الانترنال حطينا ايه؟ حطينا هنج، وهحل مسألتين منفصلين عن بعض تمام. ده لو حبيت احل مسألة فيها انترنال هنج. ده بالنسبة للحالة رقم 2. بالنسبة للحالة رقم 3 هي عدم وجود نقطة بها 3 عزوم مجهولة. نقطة فيها 3 عزوم مجهولة، يعني ايه الجملة دي؟ يعني انا دلوقتي لو عندي مثلا فريم، الفريم ده بالشكل ده مثلا يعني، فدي عندي نقطة، النقطة دي فيها كام قطاع؟ ده 1 2 3. لو ده مجهول وده مجهول وده مجهول ما ينفعش اطبق معادلة السيرمون، او ما ينفعش اطبق الطريقة اصلا. انما بقى لو جاتلي في الامتحان مثلا فريم بالمنظر ده كده، بس الجزء ده بقى مثلا كابولي عليه هنا حمل كده، قال لي لا هنا عندي 3 قطاعات، اه مفيش مشكلة، بس منهم واحد معلوم، لان انا هضرب القوة في الايه، في المسافة. يبقى هنا هما قطاعين 2 فقط، يبقى انا ممكن اطبق المعادلة هنا مفيش اي مشكلة. يبقى ده بالنسبة للحالة رقم 3. الحالة الرابعة والاخيرة هي عدم حدوث السوي. عدم حدوث السوي، وكلمة السوي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان يحصل دوران للضلع نتيجة الحركات. يعني مثلا يبقى عندي مثلا فريم بالشكل ده مثلا، يعني الفريم اللي بالمنظر ده كده ما ينفعش ان انا اطبق عليه معادلة السري مومنت، ومش هتجيلي اصلا الامكانية دي. ليه؟ لان انا ببص هنا اهو، الجزء الافقي او الضلع الافقي ده مفيش اي سبورت يمنع ان هو يتحرك في الاتجاه الايه، الافقي، وبالتالي الفريم هيروح في المنظر ده كده. ده اللي بنسميه السوي، وده ممنوع ان يحصل في معادلة السري مومنت ايكويشن. لو جينا نتكلم بقى مع بعض على تعريف كلمة Elastic Reaction، أبسط حاجة نفهم بيها الإلاستيك رياكشن هو إن أنا لو عندي مثلا كاميرا بالشكل ده، هنا رولر وهنا هنج، الكاميرا دي عليها حمل مركز مقداره 8 طن، والحمل ده في النص على مسافة وليكن 4 متر. حاجة بالمنظر ده، لو ده نقطة A وده نقطة B، فاحنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان انا عندي الكاميرا دي في هنا هنج، الهنج دي عندها 2 رياكشن X و Y، الرولر عنده رياكشن Y، ال X بتساوي 0 بالسمشن اف اكس، 8 طن في النص، يبقى الرياكشن ده ب4، الرياكشن ده ب4. ده بنسميه رياكشن، رد فعل، ده المسؤول عن منع الحركة عند النقطة. تمام. طيب ايه بقى الالاستيك رياكشن؟ قال الالاستيك رياكشن بقى هو ايه؟ هي نفس الكاميرا اللي قدام، برضو الكاميرا دي على نفس الحمل اللي هو 8 طن، برضو في النص على المسافة اللي هي ال4 متر. بس الفرق هنا بقى ايه؟ الفرق هنا ان انا الالاستيك رياكشن هو عبارة عن رد الفعل نتيجة تحويل شكل العزم الى لود، بحول الحمل بتاعي، بحول العزم بتاعي الى حمل. طيب العزم بتاعي اللي هو ايه؟ انا لو عندي كاميرا زي دي، العزم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلث. المثلث اهو مقداره كام؟ قال لي مقداره البي في ال على الاربعة، يعني 8 في 4 على 4، يعني مقداره كام؟ 8. يبقى انا هنا بقى كأن الكاميرا اللي قدامي دي عبارة عن كاميرا سيمبل بيم بالشكل ده، بس ما عليهاش بقى حمل مركز 8، لا ده اصبح عليها حمل مثلث. قيمة الحمل المثلث ده او ارتفاعه مقداره 8. انا بقى محتاج اجيب الرياكشن في الحالة دي، نعمل ايه؟ قال الحمل الموزع كنا بنركزه، بما انه مثلث متساوي الساقين فيتركز في النص عادي. تأثيره فين؟ قال لي لأسفل، لانه مرسوم اصلا لأسفل. طيب قيمته بتساوي ايه؟ قال لي قيمة تركيز اي حمل موزع بتساوي مساحة الشكل، فده عبارة عن مثلث، يعني عبارة عن نص في القاعدة اللي هي 4 في الارتفاع اللي هو 8 دي. فمن هنا اقدر اطلع القيمة بتاعتي اللي هي طالعة بكام؟ ب16. طب انا لو عندي كاميرا عليها 16 طن في النص، يبقى الرياكشن كام وكام؟ قال لي الرياكشن 8 و8. يبقى انا هنا اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان نفس السبورت اللي قدامي عنده 2 رياكشن، واحد ب4 طن واحد ب8 طن، الاربعه نتيجه اللود الاصل الموجود، فده بنسميه الرياكشن اللي بيمنع الحركه. انما الثمانيه جاي نتيجه تحويل شكل البندنج مومنت دايجرام الى ايه؟ الى حمل موزع. في الحاله دي هو ده اللي بسميه الاستيك رياكشن.
يبقى ده تعريف بس بسيط كده للإلاستيك إيه؟ للإلاستيك ريأكشن. طبعا في بقى إيه حالات كتير ممكن أحل بيها أو يجيلي بيها المسألة بتاعتي. يعني مثلا عندك الكاميرا السيمبل بي ما إيه عليها حمل موازي، مثلا قيمة الحمل 4 طن على المتر الطولي والمسافة بتاعتك 6 متر. أنا عايز أجيب الإلاستيك ريأكشن هنا، نعمل إيه؟ نفس الكلام زي ما قلنا، هنرسم الأول البندنج مومنت دايجرام، وهنا في الحالة دي عبارة عن بارابولا. قيمة البارابولا دبليو ال سكوير على 8، يعني 4 في 6 تربيع على 8 تطلع ب 18. طيب لو أنا بقى حبيت أجيب القيمة يبقى لازم أركز المساحة اللي قدامي دي. دي بارابولا متماثلة يبقى التركيز بتاعها في النص، لأسفل يبقى الأسفل، قيمتها هي مساحة البارابولا، ومساحة أي بارابولا كاملة هي عبارة عن 2/3 القاعدة في الارتفاع، يعني 2 على 3 في القاعدة اللي هي 6 في الارتفاع اللي هو 18 تطلع ب 72. في النص يبقى الإلاستيك رياكشن بتاعي ب 36 والتانية بإيه؟ ب 36. ده بالنسبة للإلاستيك رياكشن. طبعا في حاجات كتير ممكن نتعامل معاها في الإلاستيك رياكشن ده، يعني مش لازم المسألة تيجي مباشرة، ممكن يجي لي حمل مركز زي ما احنا قلنا في النص زي الحالة اللي فوق، ممكن يجي لي الحمل حمل موزع بالشكل اللي قدامي ده، ممكن يجيب لي المسألة مثلا عبارة عن شبه منحرف المومنت بتاعه، أنا عندي كاميرا بالشكل ده وعليها حملين مركزين، الحملين دول مثلا بيساووا بعض، يعني هنا بي وهنا بي، المسافة دي بتساوي المسافة دي، فالمومنت عبارة عن إيه؟ المومنت هيبقى عبارة عن شبه منحرف. نركز شبه المنحرف ونجيب الإلاستيك رياكشن بتاعه. في ممكن مثلا حالات بيبقى فيها اللي هو تفكير شوية، إن هو مثلا يعمل إيه؟ زي مثلا يجيب لي عمود في الفريم، حاجة بالمنظر ده كده، ويجي على العمود ده ويقوم حاطط كابولي مثلا. الكابولي ده زي مثلا عليه 4 طن والمسافة بتاعته وليكن 2 متر، وكانت المسافة دي مثلا برضو 2 متر والمسافة دي برضو 2 متر، الحالة دي بنعمل ايه؟ قال لي في الحالة دي ما بتعاملش مع الكابولي ده، لا ده انا بلغيه. طب الغيه ازاي؟ قال له بسيط، تعالى عند النقطة دي شيل الكابولي وكأنك نقلت الحمل من مكانه وحطيته هنا، فالحمل بقى هنا مالوش تأثير على العمود الرأسي، بس الحمل بيتنقل بقوة وعزم، يبقى فيه هنا أصبح فيه مومنت مقداره 4 في 2 بكام؟ 4 في 2 ب 8. يبقى أنا كأن دلوقتي بقى عندي كاميرا بالشكل ده كده أو عمود بالشكل ده عليه العزم اللي قيمته 8 طن متر. أنا بقى عايز أرسم المومنت نتيجة ده، نعمل إيه؟ اللي بسيطة الرياكشن العادي الأول نجيبه وبعدين نشتغل. طب الرياكشن العادي ممكن نجيبه إزاي؟ اللي بسيطة جدا، أنا دلوقتي لما يكون عندي عزم مركز فالرياكشن بيساوي إيه؟ الرياكشن بيساوي العزم على المسافة ما بين السبورتين، يعني العزم ب 8، مسافة بين السبورتين 4، يبقى 8 على 4 تديلي 2 و2. 8 بتلف مع عقارب الساعة، يبقى الرياكشن عكس عقارب الساعة، يعني ده بالشكل ده وده بالشكل ده. من هنا أنا أقدر أرسم المومنت خلاص، أهو العزم هنا بصفر، العزم هنا بصفر، العزم هنا من فوق 2 في 2 ب 4، بس دي للسهم يمين، يبقى هنا في 4 يمين أوصلها بالصفر ده. من تحت 2 في 2 ب 4 برضو، بس دي للسهم ايه شمال، يبقى هنا تيجي 4 الناحية دي بالشكل ده. يبقى أصبح شكل المومنت اللي أنا هتعامل معاه عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن مثلثين. يبقى الكاميرا اللي بتاعتي اللي أنا هشتغل عليها اهي بالمنظر ده كده، وأصبح عليها الوقت بقى مثلثين، 1 ب 4 فوق 1 ب 4 ايه تحت. يبقى أنا عشان أجيب الإلاستيك رياكشن زي ما هنشوف بعدين في الأمثلة، اخد بقى المثلث ده اركزه لوحده، واخد المثلث ده اركزه لوحده، بعد كده ابدا اجيب الرياكشن بتاعه. يبقى ده كده شرح بسيط لمعنى كلمه الاستيك رياكشن اللي انا هستخدمه في حل المساله بتاعتي. نبدا بقى بعد كده نشوف الامثله اللي ممكن نتعامل معاها.